الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزول في الأول، مرحبا بكم. دخلت عليكم الصلاة على النبي، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. صلوا معايا على سيدنا حبيب الخلق. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بالحلوة والحلويات، ودخلت عليكم إن شاء الله بالحاجة الحلوة. إن شاء الله أيامكم كامل حلوة. كما راكم تشوفوا اليوم جبتكم معايا عند ما باتيسري جديد، توجور فرحانه كي نجي عندهم، يستقبلوني احسن استقبال، نشكرهم بزاف بزاف. يعني نحس روحي راني في داري عند لا باتيسري جديد اللي يعني جو سو في دال عندهم. ونشكركم بزاف اللي رحتوا لعندهم يعني واخترتوهم حتى نتوما كوم باتيسري بريفيري عندكم. اليوم جبتكم معايا باش نجيب لو غاتو دانيفيرسير تاع ماسور رانيا، اللي نقولها جويز انيفيرسير ماسور، كل عام وانت بخير بالصحة وبسلامة في حياتك، في حياة والديك، في حياة طوماري تا بوتيت دانيا بيان سور، وانا يا خالتو ليندا وعلاش لا لا بيان سور، كما رانونا بنتنا بوغ نو طفلة صغيرة، وزاد جابت طفلة صغيرة، ربي ان شاء الله يعيشها ونفرحوا بها دائما. كما راكم تشوفوا هنا جبت لكم لقطات صورتها مع هاد الحطة الجديدة تاع لا باتيسري جدي. كما راكم تشوفوا عندي زان شباب زادو يعني في الاستقبال، توجور معروفين بلاكاي تري شالور تاعهم، سي دي جون تري سامبا، سي دي جون يعني بروفيسيونيل راهم في الدومين جدي، باتيسري جدي يعني الاسم يعني شحال سي اونسيان كوم مارك. سرقت لكم شويه من كلش من لا باتيسري، وتسمحوا لي بزاف اللي حنشهيكم، ولكن كاين ناس اللي يحبوا يعني يتعرفوا على وين نقدروا نجيبوا باتيسري فين تكون تري تري بون وتكون تري شيك. كيما راكم تشوفوا، شوفوا لي هذوك لي زيكلير، لا لا فريمون يعني كي تدخلوا تما سي لا ديغوستاسيون، يعني ما ناكلوش جوست باش ناكلو، مي سي لا باتيسري فين اي اون ديغوست لا باتيسري عندهم. بون انا سي فري كو راني بعد على الحلويات بزاف، مي كي يكونوا هكذا مناسبات الانسان يعرف وين يخير لي غاتو. شوفوا لي كاتو دانيفيرسير تاعهم بلا موس، كيما هذا غاتو لا موس براليني، لا موس اونوا البراليني، واش نقول لكم ان غو مانيفيك. لي موس تاعهم سي دي موس يعني نوتر، يعني ماشي ما فيهم حتى حاجه. كي يقول لك موس اونوا ولا نوازيت، سي فريمون لو غو. شوفوا لي ثاني هاد لي بواط اوفرير، يعني كون مولي اوفرير كلكو بياس شابين كسا سوا من لا باتيسري ولا من لي غاتو اورينتو ولا اي بان، واش نقول لكم سي دي بواط تري 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 يعني سي مينيون بور موا. فوالا اي بي لا باتيسري تاعهم قلت لكم معروفه، سي فولي يعني باسي بور ديغوستي بان لا باتيسري جدي راهي متواجده في الدار البيضاء اكوتي دو لايروبور. اي بي نخلي لكم وكاين ثاني في باب الزوار كيما لوتيل ميركور، ونخلي لكم في صندوق الوصف لا بوات ديسكريبسيون كامل لي كوردوني تاعهم، تدخلوا لا باج تاعهم تلقاو نيميرو تليفون اي بي ان شاء الله اذا رحتوا يعني الطريق تجيكم سهله. جست نخدم نتقاسم معكم هنا لو غاتو دانيفيرسير تاع رونونا رانيا. شوفوا سيتي ان غاتو على موس شوكولا اونوا توجور، واش نقول لكم فريمون تري 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 بون. لا غالب يعني ما نقدروش نحرمو روحنا من الباتيسري طون زون طون بيان سور في المناسبات هذه لازم ندوقوها. دونك ميرسي بور هاد الباتيسري ولا هاد لو غاتو اللي كان فريمون على اوتور، كل موند ايمي، وكل عام وانت بخير اختي رانيا ولا قوبك كامل ليكم. كل واحد اذا كان صادف اليوم يوم عيد ميلادكم ان شاء الله. نروحوا لا كويزين يا البنات، وجبت لكم واحد لا سوربريز اليوم راني فرحانه بها، وان شاء الله نتقاسمها معكم. الوغ هنا كيما راكم تشوفوا عندي دي كويس دو بولي، انفان دو كويس دو بولي، وعلى بالك كاينين اللي حيدخلوا يقولوا لي البولي راه غالي وما نشروهش، با نحاولوا ماشي ما نشروهش، نحاولوا ما نشروهش بزاف، مي دو طون زون طون كي خلاصونا يعني لي غوسيت لا غالب ما عندنا ما نديرو. السردين راه غالي، الحوت راه غالي، اللحم راه غالي، دونك ميم الدجاج راه غالي. ربي ان شاء الله يصلح الاحوال، هذا واش نقولوا، ان شاء الله ربي يصلح الاحوال، وان شاء الله مستقبل زاهر لبلادنا، ان شاء الله تسقم هاد الايام. الوغ هنا درت اون بون كويير تاع لو بور
هكذا مارغرين تكون طريه. درت لها هذاك لو ميلونج سبيسيال بولي، ودرت لها هذاك البابريكا. وهذا البابريكا يا البنات جبته من عند مغاريت علي بابا، رايحين تشوفوه معايا حين نهضر لكم عليه بالتفصيل. هذا باش فلفل ميبس، فلفل احمر ميبس مرحي، ما نحكيكمش على البنه، شويه تاع الزعتر ولا لو تان، شويه توم بودره، وهذاك سي لو فينيغر بلزاميك اللي هو بيان سور حلال، لانه دي فوا نقرا واحد التعليقات فريمون والله نتعجب كيقولوا لي اسكو حلال. مي بيان سور حلال، اذا ماشي حلال واش راح يدير عندي في لاكويزين، واش راح يدير في القناه؟ يعني ربي يهديهم هاد العباد اللي سي فريمون دي فوا والله ما يلقى الانسان واش يهضر. المهم حكمت لي مورسو دو بولي، بيان سور جي زي بيكي هكاك بلو كوتو باش يدخلهم بيان طياب. درت لهم الملح، وانا راني نستعمل ملح الهيمالايا يا البنات من عند مغاريت علي بابا، توجور صحي وبنين بنين بزاف وما فيش بزاف اليود. دونك حكمت هذاك لو ميلونج ونعمر بيان هذاك لو بولي باه، يعني الماريني تري تري بيان. نحاول اني ندخلو في هذوك يعني هذوك الفتحات اللي درتهم اللي ضربتهم هكاك بلو كوتو، ونزيد نحاول ندخلهم تحت لابو بين يعني لو بولي وبين لابو هذيك باش لا مارينات تشرب مليح، تدخل مليح في داك لو بولي. نحطهم او فريغو ونروح نتقاسم معكم هنا هاد لا فريتوز اير فراير من عند بومان، دو شي بومان اي دو شي ميسي الكتروميناجي كيما العاده. تعرفوا ديما يجيب لنا غير الحاجه المليحه، لا مارك بومان، اون مارك الموند. انا شفت هاد لا فريتوز راهي تدور في مواقع التواصل الاجتماعي، وحبيت يعني نجربها حتى انا، بما انه هي سيتون فريتوز يعني طيب بمغرفه تاع الزيت. هذا مكان يعني الناس اللي ما يحملوش ياكلوا الزيت بزاف، يعني القليان تو سا فريتور، ياكلوا الاكل يعني بكميه اقل بزاف بزاف، يعني مغرفه تاع الزيت. هذا مكان كيما حنا اليوم هذا البولي حنحمرو في لا فريتوز بمغرفه تاع الزيت. enfin انا ما درت والو، ما درت حتى زيت، لانه لو بولي هذا هو ديجا حيطلق لو غرا لي فيه، لانه درت اون بونكويير تاع المارغرين. فوالا شوفوها كيفاش جايه من الداخل. على كل حال هاد الاير فراير ولا هاد لا فريتوز راهي دوك نعطيكم معلومات عليها، تلقاوها عند ميسي الكتروميناجي كما قلت لكم، رقم التليفون دوك تشوفوه في الشاشه. حطيت لو بولي فيها، ما درت حتى حاجه، ونرجليوها هنا من تحتها ورجلي لا تمبيراتور باردون ورجلي لو طون يعني الوقت، ومن الفوق لا تمبيراتور كيما البولي ترجليوها على 180 درجه حتى ل 200، والوقت من 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه. انا الحقيقه صدقوني يعني اندهشت، جيت ندور من جيت مع ندور مع الكوزينه، بديت نشم الريحه تاع الغوتي سخي في الدار. جيت نطل باسكو لازم يكتب لك في الكتالوج تاعو، يكتب لك بلي طون زون طون تحركوا البولي يعني باش تدور عليه مليح. هذيك لا تمبيراتور لازم تكون اون تمبيراتور يعني تورنونت باش تدور مليح، دونك لازم ندوروهم نقلبوهم طون زون طون. اي با شوفوا البولي كيفاش يعني تمتم، بدا يطيب، تحمر، خدا اون تري بيل كولور. لودور ما نحكي لكمش، يعني نورمالمون هاي الصوره تعبر، طلق كامل هذاك لو غرا تاعو. وانا هذا واش نحب، نحب كي نحمر لو بولي هذاك لو غرا تاعو من تحت، ومن بعد جو ليتيليزي نطيب به الروز، نطيب به البطاطا كي نقليها نحمرها فيه شويه. شوفوا مليح لو بولي بعد 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه، انا زدت له هنا يعني 30 دقيقه رجليتها في الاول، من بعد زدت له 10 دقائق دوك على حساب لي مورسو دو بولي تاعكم اسكو مع كبار ولا. شوفوا الموس كي ندخلوا فيه كيفاش يعني طابلي زبده، طابلي حبق الريحه، ما نحكي لكمش. بولي غوتي كيما شفتوا تحمر، ما قلبته يعني كيما نقولوا حنا في النار ونتحمر، هو الدجاج يتحمر حنا نتحمروا معاه، نو نو نو، سيتي يعني فريمون هايل، طاب هايل، طاب زبده. هاوليك بعد فايت 40 دقيقة، حوالي 40 دقيقة 45 دقيقة ما نشفاش، وتكم حسب لي مورسو دو بولي. شوفوا لاصوص اللي تلقاها، انا هاد لاصوص دو كامل نحيها نحطها دون اون بيتيت كاسخول كيما تعرفوني، ونطيب الروز فري بيلاف ونسقيه بهذيك لاصوص. هنا عندي بطاطا مقلية، هاد لا فريتوس سي اون فريتوس، نقلو فيها البطاطا، نديرو فيها الخضرة، نديرو فيها البولي، اللحم، البواسون، كلش. والبطاطا يقول لك في الكتالوج تاعها انه تقليها جوست اون كويير تاع الزيت، انا ما حبيتش ندير لها الزيت لانه فيها هذاك الزيت تاع يعني بقى لي هذاك شويه الزيت تاع لو بولي، يعني ابيبري واحد المغرفه خليت ابيبري. حطيت البطاطا كيف كيف على 190 درجه 190 دوغري، ودرتها
20 مينوت 20 مينوت لانه هاد البطاطا ماهيش حاطه في الزيت ما تنساوش، دونك حاطه بلا شالور تورنونت، يعني بهذيك الحراره اللي راهي تدور لداخل. دونك الحاجه اللي فيها انها راح تطول بارابور لي فريت اللي طيبوا في الزيت، ولكن ماشي لا يعني سي ماشي نفس ماشي نفس ماهوش نفس الطياب، هذيك تطيب في الزيت وهذه ما تطيبش في الزيت. مي سكو جو فوز اسور سي كو لو غو ايت اكسترا اوردينير، فريمون هايل لو غو، جات بنينه وجات شابه، وحاجه مليحه انها ماهيش طايبه في الزيت. يعني حنا دائما نحبوا لي فخيت كي ناكلوهم، يعني ناكلو عندنا هذيك يعني نقعدوا نخمو نقولوا كلينا لي فخيت طايبين في الزيت سي موفي بور نو، هذه يعني ماهيش طايبه في الزيت، هذا هو الفرق اللي بيناتهم. ولكن هذه طول شويه بارابور لي طيب في الزيت، ولكن البنه بنينه كيفها بنينه، سورتو كي طابت في هذيك لا صوص تاع البولي، enfin petite cuillère تاع البولي تاع لا صوص، و يعني طابت ماشي في الزيت. هذه حاجه مليحه بزاف ندخلوها في لا كوزين تاعنا. دونك انا جو تروف كو هاد لاباري ولا هاد الاير فراير جوست مانيفيك، لانه واش طيبت فيها ما عطلنيش، ما ضربتني السخانه، ما شعلت الكوشه، الدجاج تحمر، البطاطا دوك تشوفوها معايا هنا راني نخدم لا مايونيز معكم اللي تقاسمتها معكم شحال من خطره، راكم تعرفوا الطريقه، ولكن معليش جوست هنا استعاود تقاسمتها معكم. اللي ما شافوش الوصفه تاع المايونيز تلقاوها، تكتبوا جوست ميليسا كاهينا مايونيز تلقاوها، ما انا نخدمها في الدار كيما راكم تشوفوا، ندير باللاره نخبيها يعني ابوبري 4-5 جوغ تخلص لي ونعاودها ندير غير بشويه. دوك تشوفوا معايا البنات هاي لك المايونيز، شوفوا كيفاش تخرج ما شاء الله بحب بيض، يعني شوفوا واش نديرو، وتجي بنينه تجي بنينه بزاف. ان شاء الله ديروها. البطاطا عندكم كي تكونوا طيبوها لازم دو طون زون طون تحركوها، لازم تحركوها، يعني سي نوتي بلي لازم تحركوها، ويعني شوفوها تبدا تتحمر وتجي شابه وتجي كروستيانت وتجي بنينه، شوفوها هنا بعد 20 دقيقه بالتمام. بيان سور تختلف على حسب لا كاليتي تاع البطاطا، راهي تتبع بطاطا واش نقول لكم، ربي يجيب الخير بركه، راهي بالسيف راهي غاليه، راهي بشانها وبالسيف نطيحوا بطاطا مليحه. شوفوا البطاطا كيفاش طيب، طيب تري بيان من الداخل، انا يعني كنت خايفه منها قلت بالك طيب غير من برا، مي طابت امبيكابل، اي سورتو كي يعني طيبتها في هذيك المغرفه تاع لا صوص تاع لو بولي. شوفوا كيفاش تجي هاي ليك بعد 20 دقيقه، وشنو عندكم حاجه كل شويه حركوها هذا مكان باش تقيسها مليح لا شالور، يعني تتقلب في كل جهه. دونك البطاطا تاعها ناكد لكم وتعرفوني ديما نقول لكم صدقوني بنينه، الي تري تري بون، والحاجه المليحه ماشي طيبه في يعني ماشي طيبه تعوم في الزيت، ماشي طيبه دون لو بان جويل فالون، طيبه في جوست اون كويير جويل هذا ما كان. دونك هاي اللي كيفاش تجي، وتجي ناشفه وتجي مقرمشه وتجي بنينه، سورتو اذا كنت درتو هاد لاستيوس تاع طيبوها في مغرفه تاع لاصوص تاع البولي، سينو ما درتوش البولي هذاك النهار معليش البطاطا تاعكم ديروا عليها مغرفه تاع الزيت دهنوها بيان بها وحطوها طيب، ما تكتروش برك في لو بانيه تاعها. هذه هي دونك كيما شفتوا لي بلا تاعنا هملك راهم واجدين، لو بولي باش نفهمكم طيبتو سور هذيك لا غري، مي البطاطا انا نحيت لا غري، هذه يعني تبعت واش مكتوب في الكتالوج، تحبوا تخلو لا غري مي دو بريفيرونس تنحوها كي طيبوا البطاطا باش تلقى مساحه اكثر، لا غري كي طيبوا حاجه باش تطلق لا صوص تاعها من تحتها. اير فراير هذه هايله مانيفيك، تلقاوها عند ميسي الكتروميناجي اللي نشكرو بزاف عليها، لا مارك بومان، سي با يعني سي اون تري بون مارك، يعني اللي تقدروا تدوها وانتم متهنيين. كما قلت لكم نخلي لكم النيميرو تليفون تاع صديقنا ميسي الكتروميناجي حتى ظهر دركا في الشاشه، هاي لك تتصلوا به. وديما نقول لكم ونقول ونعاود الكميه راهي محدوده، انا مانيش نقول كميه محدوده جوست بور لو دير، لانه كاين لي بعدا يتصلوا بيا يقولوا لي عيطنا وما لقيناش، انا الله غالب كي تكون كميه كاينه لبس بها ما نقولش، مي كي تكون الله غالب. دونك اذا حبيتوا تدوها راهي ب 16500 مليون و 650 الف، يوصلها لكم لجميع ولايات الوطن توصيل مجاني، يعني كي يجيبها لكم نيفور ما يدي لكم حتى حاجه ابار لو بري تاعها. كما قلت لكم
Voilà, la garantie t'a fait 2 ans, parce que c'est la marque Bowman. Donc, inshallah t'adouha, inshallah t'jربو l'akel fiha, le poulet hayel, الرز طيبته بهذيك لا صوص غي بيلاف تلقاه في القناه. لي فخيت شفتوهم كيفاش طيبتهم قدامكم. اذا درتوا هذه الوصفه، اذا شريتوا هذا لاباري درتوا هذه الوصفه، نتمنى ان شاء الله كي ديروها تصوروها وتبعتوها لي. تهلاو في روحتكم، على بروشان ان شاء الله. سلام سلام.